عاوزين نعرف من حضرتك يعني حالة الزخم السياسي اللي موجودة في العلاقات ما بين البلدين، ودلالة التوقيت الخاص بالزيارة في هذه الظروف يمكن اللي بيمر بها العالم ككل كمان. طبعا في البداية أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وسعيد يعني بهذه المشاركة، وأود أن أؤكد مرة أخرى على متانة وقوة العلاقات العمانية المصرية. كما نعلم أنها علاقات يعني تمتد في جذور التاريخ لآلاف السنوات، وتوقيت زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى عمان ولقائه مساء الأمس بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في غاية الأهمية. أولا أنها تؤكد التطلعات العمانية المصرية نحو مزيد من التعاون والتشاور وتوطيد العلاقات بشكل أكبر في المجالات الاقتصادية والاستثمارات وغيرها. أما فيما يخص طبعا التوقيت، كما نعلم العالم يعني يمر بما بعد كورونا بأزمات عنيفة جدا، سواء كان لها علاقة بالكساد الاقتصادي أو ارتفاع أسعار الطاقة أو الحرب الدائرة في ما بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها على العالم بشكل عام، وما تتمخض عنه يعني من أزمات أخرى وأثار لا أحد يعني يستطيع حتى أن يتنبأ بها لأنها قائمة ومشتعلة. فهذا التشاور السياسي في غاية الأهمية، والتنسيق ما بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية يأتي في غاية الأهمية. نعلم جميعا مكانة مصر كمركز يعني للعالم العربي وقلب النابض للعالم العربي كله، فلا بد من هذه الزيارات في هذه الأوقات الصعبة أو العصيبة التي يمر بها العالم. المكرم حاتم الطائي، بعد التحية، يعني دايما هناك مواقف ورؤى متشابهة بين مصر والسلطنة العمانية في القضايا الدولية والإقليمية. حابين حضرتك تكلمنا أكتر عن التنسيق والتشاور اللي بيتم بين البلدين في هذه الزيارة. نعم، كما قلت يعني قبل قليل أن العالم يمر بأزمات قوية جدا، أزمات عنيفة سياسية اقتصادية قيادات وغيرها. يعني طبعا هي نتحدث بشكل مباشر عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم وعلى المنطقة بشكل عام، وما ينتج عنها توترات وتحالفات جديدة وإعادة هيكلة للقوى والمشهد العالمي بشكل عام. فبالتالي هذا التنسيق في غاية الأهمية. نحن نعلم أن العالم الآن سيمر أو يمر أساسا بأزمة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وهناك أزمة في الغذاء والقمح وغيرها، فبالتالي لابد أن يكون ثمة تنسيق بشكل أكبر حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات كصف واحد. عمان والقيادة في عمان والقيادة في مصر، يعني هنالك الكثير من المشتركات أو جميع يعني كثير من التنسيق المطلوب لتنسيق المواقف وللتعاون لمواجهة هذه التحديات التي سواء كانت كما قلت اقتصادية لها علاقة بأسعار الطاقة أو تنسيق المواقف في المنطقة العربية المشتعلة أساسا منذ عقود.